الغرفة الثانية على أساس أنا وأنت نشوف بعض صح؟ أحي أحي على اللي حصل. المهم بعد ما أبوك سألني كم سؤال وفين تشتغل وكم راتبك وما أدري إيش، دخلنا الغرفة على أساس أشوف العروسة. محسوب علينا عروسة كنتي يا جماعة. أنا قاعد فجأة أم كنان دخلت التنورة لابسة، سيبكم من داخلة هنا في وردة قد كده حمرة. أول ما دخلت أنا قلت يا ربي مين المفقوشة دي اللي داخلة، دم ده ولا إيه؟ داخلة مستحية ومحاط كنتوا جايبين انتوا سنتوب ولا ايه؟ جايبين لبيكولا ولا انتوا جايبين سنتوب تجمع الصور ولا ايه؟ دخلت انا قلت يا ربي ايش ده، ومكسوفة طالع على فوق كده. انا قلت يا ربي ايش ده داخل علي، ده اندرتيكر. اول مرة اشوف واحدة تشوف افكارها مكسوفة ها وتمشي برجل واحدة كده. جات لابسة يا جماعة والله ما انسى التنورة مقلمة سودا. المهم والله